وإذا كنا ننتظر الحل من الخارج، اليوم هذا كيري الخرنطة اللي عم يقول عليكم بالقبول بترشح بشار الأسد. أنا بقول لك أيها المخنث، نحن لا نرفض ترشيح بشار الأسد لأنه بيفوز علينا، بس بده بالأول يجيب ورقة لا حكم عليه، والشعب السوري ما بيعطي ورقة لا حكم عليه. هذا الرجل ساخط أخلاقيا ومجتمعيا. أنا بقول أيضا للمؤيدين الذين يلتفون حول هذه النظام، والله العظيم أنتم ونحن مظلومون بهذا النظام. إذا تسلنا لهذا النظام أن ينتصر فسنرى نظاما فاشيا لم يرى له الوجود مثيلا. على فكرة رح يكون فاشي على المؤيدين وعلى المعارضين، وأنا بوجه رسالة للمعارضة اليوم أيضا، كونوا على قدر المسؤولية، لأن المجتمع الدولي لن يستبدل نظام هرتك بمعارضة هرتك. بدنا خالد يلتف حوله بالقوة الشرعية ثم في كافة سوريا لكي نقنع المجتمع الدولي أننا على مستوى أن نحكم بلد ونقوم بلد بحجم سوريا وبموقع سوريا. والسلام عليكم. أترككم بالكلام الأخ مصطفى. تكبير الله أكبر. الله أكبر. نطالب إخواننا في الفيلة والفسطاط بفتح جبهاتهم للتخفيف عن إخوانهم في جيش الإسلام الذي ما زال يرد صيانة النظام وحلفائه منذ أكثر من 100 يوم، وطالبناكم بهذا مرارا وتكرارا. والله ما كنا نريد أن نطالب بهذا أمام الكاميرات، لكنه الواقع المأساوي الذي وصلنا إليه ونعيشه، ولا نقول هذا تجيشا ولا نقول هذا مزاودة. والله نطالبكم بإنشاء غرفة عمليات وفتح كافة الجبهات، ونذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، ونذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالسلام عليكم ورحمة الله. تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قد يأسنا من حكام الشعوب العربية، ويأسنا من حكام الشعوب الإسلامية. إن الشعب السوري منذ الخمسينات رح تذكر هذه الشعوب إذا ألمت بوادي النيل نازلة أم، فباتت لها راسيات الشعب تضطرب. لقد الشعب السوري ساعد بتحرير الجزائر، والشعب السوري ساعد أيضا بمعونة الجزائر معونة الشتاء، والشعب السوري ساعد بقطع خطوط التاب لاين تبعنا التدخل والعدوان الثلاثي على مصر. الشعب السوري ساعد كل الشعوب العربية والإسلامية. لماذا تتخلون عن هذا الشعب؟ لماذا تتخلون عن هذا الشعب؟ نحن نسبح على تفاد، الغوطة تفاد، وجميع الأماكن القاضع الخارجي عن سيطرة النظام تباد وتقصد بالطيران وبالعقود والأسلحة المحرمة دوليا. نقول لهذه الشعوب أما آن الأوان أن تنصروا شعبنا في سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.